طيب هنروح لملعب المباراة ولقاء مع كابتن طارق سليمان وزميلتنا مريم سميح. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، برحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن عادل طعيمه وكابتن اسامه عرابي. يعني لسه مستمرين معاكم من داخل تغطيتنا من داخل صاله الاهلي الكبرى، وتغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي للاحتفاليه العظيمه اللي بينظمها النادي الاهلي طبعا بمناسبه 6 اكتوبر. طبعا دلوقتي معايا واحد من النجوم الكبار، طبعا يعني نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، كابتن طارق سليمان. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي يا كابتن. تحياتي ليكي طبعا، واكيد تحياتي طبعا للكابتن ايمن شوقي والكابتن عادل طعيمه والكابتن اسامه عرابي. شفنا مباراه النهارده يا كابتن يعني بيضغى عليها طابع النادي الاهلي، قدام النادي الاهلي نجوم النادي الاهلي الكبار اللي شاهدوا الكثير من البطولات، ده طبعا بمناسبه ذكرى 6 اكتوبر. رايك يا كابتن يعني في النادي الاهلي والاحتفاليات اللي بيقدمها للنادي وكمان للاعضاء، شايفين النهارده حاجه كبيره جدا وعظيمه جدا طريق باسم النادي الاهلي؟ طيب طالما احنا بنتكلم طبعا على يعني يوم عظيم في تاريخ الامه العربيه، واكيد يوم عظيم للشعب المصري ولقواتنا المسلحه، هو يوم 6 اكتوبر. فاحنا النهارده يعني النادي الاهلي دايما سباق، ودايما برضو كل سنه النادي الاهلي بيحتفل ب 6 اكتوبر مع اولاده مع اعضائه مع لاعيبته القدامى، مع يعني زي ما حضرتك شفت كده مجلس الاداره بالكامل موجود، كابتن محمود الخطيب موجود. فده يوم يعني يوم المفروض الشعب المصري كله يعني في كل المؤسسات في كل الانديه يحتفلوا بيه، لان الانتصار ده مش انتصار للقوات المسلحه بس، بالعكس هو انتصار لكل الشعب المصري. يعني استرداد الكرامه والعزه، وان يبقى اليوم ده لازم الناس كلها، لازم الاولاد الصغيرين كمان، زي ما شايفين النهارده كان في ولاد كتير صغيرين سنهم ما تعداش 10 سنين عشان يعرفوا ان احنا يعني اليوم ده لازم الناس تتكلم فيه، ولازم الولاد دول يعرفوا قد ايه القوات المسلحه يعني ضحت بارواحها وضحت بحاجات كتير قوي عشان ربنا يكرمنا ونسترد العزه والكرامه زي ما بقول لحضرتك. فاكيد اليوم ده الواحد ما بينساهوش ابدا. على فكره ده تاريخ، يعني يوم انا اتولدت في 73 بس شهر 6، النصر كان في شهر 10، ولكن دايما يعني سنه حلوه يعني سنه 73. فالحمد لله رب العالمين، مش هننسى اليوم ده ابدا، مش هننسى قواتنا المسلحه، مش هننسى ابدا يعني الانتصار اللي حققوه، وربنا يكرمنا ان شاء الله. وطول ما احنا يعني قواتنا المسلحه قويه وواقفه يعني شد حيلها، فطول ما احنا ايه دايما تبقى مستريح، يبقى في تحس ان في ظهر، في حد حاميكي في ظهره يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله يعني كل سنه يبقى في احتفاليه النادي الاهلي بيعملها. اما طبعا بالنسبه بقى للمباراه النهارده، يعني زي ما حضرتك شفت كده، واكيد طبعا الاستوديو هيتكلم على المباراه ديت، هي طبعا احتفاليه، لعيبه كتير جدا ما شفتهاش من زمان بشوفها النهارده، بيسترجعوا طبعا بقى ذكرياتهم بقى مع الكوره ومع البطولات ومع الاهداف اللي كانوا بيجيبوها. شفنا اهداف كتير النهارده، شفنا تالق للاعيبه كتير في الملعب، وشفنا طبعا تصديات بقى سواء من الحراس الموجودين. والشوط الاول كنت انا بلعب الشوط الاول، نزل الكابتن اميري الشوط الثاني ونزل وكان موجود احمد فوزي. يوم حلو يعني، انا سعيد جدا جدا ان يعني اتوجه لي الدعوه من الـ النادي الاهلي طبعا، من الاستاذ جمال جبر اللي كلمني، ودي طبعا النادي الاهلي دايما يعني يوم ما بيبقى في حاجه تحس ان ولاده كلهم بيتجمعوا، يعني تحس ان احنا بنبقى دايما اسره. اول ما يبقى في حاجه خاصه باولاد النادي الاهلي، كان قريب كان في احتفاليه موجوده، النادي الاهلي احتفل بال10، دلوقتي زي ما بقول لحضرتك احتفاليه بنصر 6 اكتوبر. فاتمنى ان شاء الله يعني الايام كلها تبقى ايام احتفالات وتبقى ايام يعني حلوه لينا كلنا، لان صدقيني الواحد وهو جاي مبسوط، يعني هو جاي سعيد جدا ان احنا هنشوف ناس كتير قوي، بقى لنا فتره الدنيا بتلهي والدنيا يعني الاشغال كتير والمشاكل كتير. فتبص يوم زي ده كده بيخرجك بقى من ايه، من الضغوط اللي موجوده، من الضغوط الحياه اللي موجوده، بتيجي تشوف ناس كتير، بتيجي تفرحي في وسط زمايلك، في وسط الناس، النادي اللي الواحد عاش فيه وتربى فيه. انا عشت هنا فتره كبيره جدا، انا جيت النادي الاهلي هنا وانا عندي 12 سنه، قعدت في النادي الاهلي 8 سنين وبعد كده رحت المول العرب ورجعت تاني. فكل ما بقى جاي هنا ببقى سعيد جدا جدا، قعدت في النادي الاهلي هنا في التدريب 8 سنين ورا بعض، فكل ما بقى جاي النادي الاهلي ببقى سعيد جدا وانا جاي من النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله يعني ايامنا كلها تبقى فرح وتبقى يعني سرور، ونفرح ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع بعض برضه. بشكرك جدا كابتن طارق، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، شكرا لحضرتك. شكرا جدا. يمكن ده طبعا كان حوارنا يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شفت مع كابتن طارق سليمان، واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار ومنتخب مصر الاولمبي. يمكن اتكلم عن قد ايه النادي الاهلي منظومه ومؤسسه كبيره جدا بتحرص ان هي تجمع كل ابنائها في مثل هذه الاحتفاليات، ويمكن فعلا بيفرق مع نفسياتهم كتير جدا، بيبقوا مبسوطين وهم جايين علشان يشاركوا في مثل هذه الاحداث العظيمه. بشكرك جدا كابتن ايمن، لسه يعني تغطياتنا مستمره مع كتير جدا ولقاءات مع نجومنا، نجوم من النادي الاهلي الكبار والقدامى اللي بيشاركوا في هذه الاحتفاليه العظيمه. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح.